السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة إبداع تي في. النهارده نقدم لحضراتكم طريقة عمل ترايبود بخامات بسيطة جدا، كان موجود عندنا في البيت مجموعة مواسير ستائر مرفيعة على قطعة ماسورة 30 سنتي بلاستيك، واستخدمنا كم قطعة خشب، وكان عندنا حامل عصاية سيلفي قديم استخدمناه. ويلا بينا عشان we'll be right back.
من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع.